أرحب بالسادة المشاهدين اللي قاعد يشوفون برنامجنا اليوم. معاكم أخوكم أحمد إيراج من دولة الكويت. اليوم أنا متواجد في الشارجة، هذه البلد الجميلة، هذه الإمارة اللي تحمل في طياتها معاني كثيرة، معاني الثقافة، الجمال، التعاليم، الدين الإسلامي. صراحة هذه الإمارة كثر ما تطالع فيها يمين يسار تكتشف فيها أشياء ثانية. في شغلة نسيت أقول لكم إياها، أنتم ما تلاحظون أن مروان مو موجود وأنا اللي قاعد أقدم الحلقة، لأن اليوم حلقة استثنائية. أنا استغليت تأخير مروان وقلت أنا بقدم الحلقة، ما يصير هو كل حلقة يقدم. فأنا راح أقدم الحلقة وراح نشوف حلقة نجم في الشارجة مع بعض. تابعونا وراح تشوفون إحنا وين راح نروح. خلكم معانا وتابعونا. أنا شخصياً تربطني في إمارة الشارجة علاقة من نوع خاص لسبب. الإمارات العربية المتحدة هذه الدولة الجميلة أنا أشبهها دائماً بسبع ورود، هم اللي هم سبع إمارات. لكل إمارة طابع خاص، لكل إمارة شكل خاص مختلف عن الآخر. كل واحدة لها مميزاتها، لها ريحتها الحلوة، لها شكلها الجميل. فالإمارة تتميز بشيء مختلف تماماً. أنا بحكم تواجدي كفنان ممثل في الأعمال التلفزيونية اللي أقدمها في الإمارات، أغلب الأعمال اللي قدمتها كانت فترة إقامتي في الشارجة. ما أروع الشارقة وهي تتلألأ في شوارعها وبين أبراجها، وتطل المساحات الخضراء من على جنباتها، تستقبل زوارها بالابتسامة، تشوف الجمال والبحيرات والخضرة، غير التقسيم الرائع والخدمات الحضارية اللي في كل مكان. هذه فرصة أني أشوفها ضيفنا أحمد إيراج إلين ما يوصل لنا. الفنان أحمد خلال جولته في مدينة الشارقة وعلى كورنيشة أكيد توقف في مكان يمكن لأول مرة يشوفه، ما يدري أن هالمكان انبنى بسرعة البرق وجهز خلال شهور. هذا يا جماعة، هذا اللي تشوفونه وراي مسرح المجاز. في السابق لما كنت أي شارجة، كنت لما أمارس رياضتي أركض من هناك من صوب الفنادق اللي ذاك الصوب وامشي، وكانت هذه عبارة عن جزيرة مليانة نخل، مليانة شجر، وتشوف فيها طيور، يعني شيء عجيب. كنت دائما أطالع المكان أقول يا ربي هذا المكان شنو. لا حول ولا قوة إلا بالله، نتصل فيه لا يكون ضيع ولا شيء. مجرد تغيب عن الشارجة فترة وترجع تشوف فيه تطور عمراني. هذه الجزيرة اللي كانت خالية وكانت عبارة عن أشجار، كانت فاضية تماما ما فيها إلا طيور، هذه صارت الآن مسرح المجاز. ألو ألو، مروان عبد الله صالح. أهلا أهلا، سوينا المقدمة. ها لح. الله يهديك زين، قولي الافتتاحية، قلت حق الجمهور، وبعدين أنتوا حيني محمد إيراج فناننا وحبيبنا وحبيب الكل قال افتتاحية الحلقة على الأقل قولوا لي. لا لا كلم الجمهور ما حاجيك، من قالك تأخر راحت عليك خلاص. وين بتودينا؟ يلا يبا يبا، شوف طالما أنت بالشارجة ودني وين ما تبي، أنا بالشارجة مستانس ما عندي مشكلة. هالمرة أعزائي المشاهدين ضيفنا الفنان أحمد إيراج من الكويت، يعرف الشارجة عدل ودوم فيها. قلنا نتريى في السوق المسقوف، خليينا هنا. خاشمك خاشمك سليمان، أهلا وشي خاشمك بعد عدل. أهلا والله شلونك زمالي، أنا نسيت تذكرني شنو يعني الحين، أنا عندك وأنت يا عندي مسج أخوي. هالداردارك يا أحمد بعد شفدي، ما فينا دليل، ما قصرت حبيبنا الفنان أحمد إيراج الجميل. عاد ما في المقدمة، قال خلاص قلت أنا عندك وقتها استانة. قلت خلصت إيه، ترى لو متأخر بعد شوي ما أخذ البرنامج. ممثل كويتي موهوب، له فنه ونهجه الواضح، يبحث عن النوعية وليس الكمية. تمشينا وياه اليوم في مناطقنا القديمة وعيشناه في أجواء ومعلومات يمكن لأول مرة يعرفها عن الشارقة. طالع الموتر. لا لا وين الموتر؟ والله تعال شوف ترى جميل يا اخي، في قبل طبعا يقنصون ولا شنو؟ لا والله طالع من الوايرات هني. اي والله ما يذكرك مال هذا الافلام اللي يحطون كذي. هذا اذكرني صورت مسلسل يا ابو لي هالسياره. اي والله عجيب. جولتنا في المنطقه التراثيه بالشارقه ممتعه كالعاده، كسبنا معلومات وعرفنا أوجه الحياة في الماضي وخاصة التعليم من خلال زيارتنا لمدرسة الإصلاح، وبنردد مع الطلاب. يا هزوم العرب المغرب،
شاجر وانتظر الحالة دوما وانتظر ثار العظام يا إزار على القرن نحن قد من الورام وانتظر الحالة دوما وانتظر ثار العظام. شفتوا كيف ما شاء الله عليهم الأولاد حافظين كذي كان دراستهم قبل شوفوا قبل شوفوا الحين لكن الحين مثل ما انتم شايفين هني فرق السماء والأرض. أي والله ضيفنا مو بغريب على التراث الإماراتي لكن حبه لهذا الماضي كل معاني خلانا نراويه أكثر عن حياتنا الأولية. طبعاً أحمد هذه قرية كاملة فيها جمعية المسرحيين في ما تشايف وفيها المعهد فيها سوق العرصة وفيها مدرسة الإصلاح وفيها كذا منطقة حيوية جميلة جدا. تعال شوف اللي بيصير مهرجان التراث العالم كله هني ما شاء الله ما تشايف هني الطوي وهي طبعا تسمى باليازرة الطوي. انتو غزكم هذا أيوة. البير طبعا هاي عملية تقنية يعني هالتقنية ما كانت موجودة قبل مثل ما موجودة الحين صحيح. يعني قبل كانوا يحطون عزكم الله الثور يقوم بسحب هني بالحبل ويطلعون الماء يلا قال خيزر انا هاك ايه خلا يمك يلا شوف الشباب الحلوين ايه وفن من الفنون التراثيه الجميله ايوه فن العياله فن اصيل من عاداتنا وتقاليدنا وفي القريه التراثيه فرصه لنشارك الفرقه لكن ما نعرف هل الفنان احمد ايراج بيشارك الفرقه او لا. ما تعرف الطريقه احمد ايش عرفني لا حشه انت تعرف طبعا ها ايه طبعا خبره بس سؤالي للفنان احمد ايراج شو الفرق بين اليوله والعياله والليوه؟ العياله هذه اللي قلنا عنها ممكن كذي ممكن ذي تحت اوكي واليوله اليوله اللي فوق ايوه لا زين يبا مثل انا من ورا يجي بس الثالثه شنو الليوه؟ بصراحة مشاهدين ما تكتمل الحياة التراثية إلا بأكلها. يا سلام على الجيمات الجيمات الطيبة وغيرها من أطايب ونفس المار. تعال هناك شيء الجيمات الجيمات إيه. شو ايش طيب ان شاء الله ما شاء الله ما شاء الله سلمت هليد هذه عاد تعال تحبوا يا الدبس الدبس صورته الدبس دبس اه دبس دبس اوكي ما شاء الله شوف في ناس يحطون عليه دبس وفي ناس يحطون عليه شيره شيره السكر هذا اي يعني هذا الدبس ما شاء الله حق الرجيم وايد زين يضعفه. إن شاء الله يعني تيون بهالمكان عند الحجية وتذوقون هذه القيمات لا تطوفكم شيء ماكو مثله ودنا احنا ودنا نوقف عشان نسولف معاكم بس ما احنا قادرين. الجولة في المنطقة التراثية شيقة وممتعة مع أحمد ومع الماضي بعد الشيء اللي يخوف واللي نسميه الخراريف والقصص اللي نسمعها واحنا يا هال قصدنا بيت الخراريف أو الرعب وبغينا نتجول وقفنا قدامها أنا وأحمد لكن السؤال هل بيدخلها ولا بيشرد؟ ها
بيت الرعب تشوف الرياكشنات على اساس المجسمات تخوف. طبعا كل الاخوان اللي متواجدين داخل بيت الرعب ربعي واعرفهم واعرف كل السيناريو اللي استوي داخل. ادخل داخل خلق الله تخاف انا ميت من الضحك طالع. هي هذا على اساس انه مدويس انحش ولا ولا لابس برقع رعب خليجي هذا. والله تصور لا مو هذا الحكي. ايش نبي منك انا؟ ايش نبي منك؟ صورني معاه حق الانستغرام. اي صورني يا لحظه صورت انا بعد. لا يلا بعد لحظه حق الانستغرام هذا مسوي حركه وميت بالضحك. الحين انا بسالك سؤال. قول لي بيت الرعب شكو بالتراث؟ سؤال حلو. قبل ما رجال اللي صار من سنه وسنتين كان المكان هذا برا احمد وكان اسمه بيت الرعب، لكن الحين لما يبوه داخل غيروا وربطوا اسمه بالتراث وسموه بيت الخراريف. التراث حضارة وفن، ومن جمالياته فن الخط العربي. وللاطلاع على هذا الفن الجميل زرنا رواق متحف الشارقة للخط، وهو الوحيد من نوعه المختص بالخط العربي في العالم. وبصراحة أعجبنا بالتراث العربي المرئي في شكل نصوص خطية وحروفيات رائعة. طبعا حاليا احمد احنا متواجدين في متحف الشارقه للخط. ليش صوتك صار هادي؟ لان في هدوء. كنا برا صار الحين هني هدوء. طبعا هني يصير ملتقى الفن والفنانين والخطاطين كل انحاء العالم يتواجدون في هذا المكان. انما هذا يدل على اهتمام اماره الشارقه بكل الفنون الاسلاميه، وطبعا توجيهات من سيدي سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الاهتمام بالخط العربي. موجود اهلا وسهلا السمي. شلونك يا باي؟ اخبارك؟ تمام اخبارك طيب؟ يعطيك الصحه والعافيه. نبدا سريع على المكان عشان تنور اخونا احمد يراج. عنا هو عنا الحين الملتقى السادس. نعم كل سنتين نسوي، بدينا فيه من 2004. الملتقى هذا مسمى التعارف. حلو. مسمى التعارف، عندنا الاكثر الايات والاحاديث عن التعارف. جميل. يعني اكثر الايات اللي كاتبينها انما خلقناكم شعوب ومقابل للتعارف. شوفوا خلال اللقاء الخطاطين شو وهدون. يعطيك الصحه والعافيه. شكرا لك. سلم هالايادي الحلوه اللي ما شاء الله قاعد تبدع. ما شاء الله. شوف الاسم طاش حلاته طلع. هي هذا اسمي استاذ مروان. يعني لازم له شو اسمه القلم نقدر نسميه ولا شو نقدر نسميه؟ قصبه. معلومه جيده هذه لي وللمشاهدين. مو بقلم، قصبه. نجم ايش تشارك؟ نحن متواجدين في الشارقة وخاصة في المعهد. هذه فرصة نحن نتواجد في مهرجان المسرح الخليجي في دورته 13. طبعا تعرفون نحن فنانين وفنانين همنا في هذا المكان. أجواء الاحتفالية في المكان. اليوم ضيفنا طبعا احمد يراج. والنعم العمر احمد يراج مشرف الجلاله. اي والله حياكم الله في مهرجان المسرح الخليجي. هو الشيء الجميل اللي صار انه حتى لما في الوقت القصير مدير المهرجان دكتور حبيب حاول قدر الامكان ما يخلي هالفرصه تفوتني. خلاني سحبني عرضين جاي على حساب التلفزيون هاي فرصه. لا بس أمارة الدكتور يعطيكم الف عافيه وعلى الافتتاح الجميل وعلى فرصتي انا طبعا اني اكون متواجد مسرحيه الدومينو. شكرا جزيلا لك. ابوي الثاني غانم مصليطي حبيب فيصل وجودك طبعا اليوم ضيف حلقتنا الفنان احمد يراج. خليناه يلف في الشارجه ودينا قناه التراث ودينا. انا اشتركت في البرنامج ايام ما كان الجسمي. ايوه الجسمي حق الخيور وطيحني. السؤال يقول دوره المهرجان اللي احنا حاضرينها الحين اي دوره؟ المسرح المسرح الخليجي مهرجان. أيوة. المسرح الخليجي نحن في اي دوره حاليا؟ على فكره ترى الجواب انا خاشه ورا ايدي. الجواب هذا موضوع بايدي. شوف اللي لقط السؤال. أقول ترى في 10 في عزكم لو شنو 10 عليكم. يلا عموما استاذ احمد استمتعت انا وياك. انا حجزوا اقدر يلا تفضل. تعال كذي. اوكي عموما قبل لا نختم نروح نشوف عرض مسرحيه اوركسترا. نعم. بعدين نختم الحين ولا نختم بعدين؟ نختم الحين. عموما انا شرفت حبيبي استاذ احمد بسليمان. وسامحنا على القصور حبيبي. احنا بقنا الافتتاحي. يلا ما علي الضيوف اولى. ياي راكب الطياره وحاجه. شوف سكروا البيبان. يلا عموما انتم بخير تقبل الله طاعتكم. نشوفكم ان شاء الله في برامج جايه على تلفزيون الشارقه. انتظروا ان شاء الله المفاجاه الجايه وضيف ونجم جاي. نجم الشارجة.
بتاريخه الفني وأدواره التي تترك بصمتها المميزة، الفنان سلوم حداد يرافق مروان عبدالله صالح عبر جولة في أجمل المرافق السياحية. لا تنسوا موعدنا القادم.